بسم الله الرحمن الرحيم. تجربتنا اليوم عن الألدهايد والكيتونز. في هذه التجربة راح نتعرف على functional groups أو اللي هي مجموعات وظيفية اللي هي ما يسمى بالألدهايد والكيتون. الألدهايد والكيتون هم بينتموا للكربونيل كومباوندز اللي هم بيكون فيهم كربون دبل بوند أكسجين. زي ما بنلاحظ ألدهايد كيتون فيهم كربون دبل بوند أكسجين. الشكل العام للألدهايد بيكون في عندي اللي هي الكربونيل جروب بيكون في جنبها هيدروجين، بينما بالكيتون ما بيكون في جنبها هيدروجين، بيكون عندي مجموعتين اللي هما إما CH3 أو CH2 أو أي شيء آخر. إذا كان عندي هيدروجين، واحدة من الآرات هيدروجين، هذا ألدهايد، بينما إذا كان في عندي اللي هما مجموعتين مش هيدروجين، هذا الإشي اللي بنطلق عليه بالكيتون. بهذه التجربة راح نتعرف على المجموعة من التجارب أو اللي هي التستات. هذه التستات بتميز لي اللي هي الكربونيل كومباوندز عن غيرها من المجموعات الوظيفية اللي هم الألدهايد والكيتون. كذلك الأمر راح نتعرف على تستات أو فحوصات اللي هي بتميز لي بين الألدهايد والكيتون. زي ما بنلاحظ الألدهايد دائما الاسم حينتهي بإما ألدهايد أو بأل بالآخر، بينما الكيتونز دائما بينتهوا ب او ان اي او بكلمه كيتون. اول تيست راح نتعرف عليه اللي هو باستخدام الاثنين 4 داينيترو فينيل هيدرازين. هذا الكومباوند يستخدم للفحص او الكشف عن اللي هي الكربونيل كومباوندز اللي سي دبل بوند او، وبالاخص اللي هم الالدهايد والكيتون. بعدين راح نحكي عن تستات بتميز لي بين الألدهايد والكيتونز. راح نعرف نميز هل المركب الموجود عندي هو عبارة عن ألدهايد أو هو عبارة عن كيتون باستخدام أوكسيديشن رياكشن أو باستخدام أوكسيدايزنج ايجنت، بحيث نحول الألدهايد لكربوكسيليك أسيد. هذه التستات دائما بصاحبها تغير اما باللون او بتشكل راسب. هذا هو بيكون اللي هو البوزيتيف انديكيشن لوجود المجموعة اللي انا ببحث عنها. زي ما حكينا اول تيست عندي اللي هو ال 2 4 داينيترو فينيل هيدرازين او اللي هو معروف ب 2.4 دي ان باختصار لاسم هذا المركب. هذا هو الكيميكال ستراكشر لل 2.4 داينيترو فينيل هيدرازين. ال 2.4 داينيترو فينيل هيدرازين بتفاعل مع الدهايد او كيتون اللي هو بالكربوني جروب، بتشكل عندي هذا الناتج، وهذا الناتج بيكون دائما على شكل راسب. فبالتالي اذا اخذنا الدهايد او كيتون وضفنا عليه اللي هو الاثنين 4 داينيترو فينيل هيدرازين، اذا تشكل عندي راسب بعرف انه في عندي اللي هي الدهايد او كيتون. طريقة عمل هاي التجربة، حناخد 2 مل من الإيثانول، راح نضيف عليها إما ألدهايد أو كيتون، وبعدها حنضيف عليها اللي هو المركب 2.4 داينيتروفينيل هيدرازين، نعمل شيكينج. إذا بتشكل عندي راسب زي ما هو موجود عندي هون بالصورة، هذا بيعطيني بوزيتيف إنديكيشن إنه أنا في عندي ألدهايد أو كيتون. إذا ما تشكل عندي راسب فهذا بيدني إنه أنا ما في عندي لا ألدهايد ولا كيتون، أكيد بيكون عندي مجموعة وظيفية أخرى. فهنعمل فحص للأسيتون، هنعمل فحص لبنز ألدهايد، هنعمل فحص لسايكلوهيكسانون. هذول الثلاث مركبات زي ما بنلاحظ الأسيتون أو إن إي فهو عبارة عن كيتون، بنز ألدهايد هو عبارة عن ألدهايد، والسايكلوهيكسانون هو عبارة عن كيتون. فالمركبات الثلاثة الموجودة عندي هون مع الاثنين 4 داينيتروفينيل هيدرازين المفروض يكون في عندي نتيجة بوزيتيف، بينما لو كان في عندي الكحول أو كربوكسيليك أسيد أو أمين أو أي مجموعة أخرى ما حيكون في عندي راسب، فبالتالي حيكون في عندي نيجاتيف ريزلت، فهذا بدين إنه ما في عندي لا ألدهايد ولا كيتون. التجارب الآتية كلياتها راح تحاول أو راح نستخدمها عشان نميز بين ألدهايد وبين كيتون. زي ما حكينا الفرق بيناتهم إنه بالألدهايد بيكون في عندي هيدروجين، بالكيتون بيكون في عندي مجموعة أخرى اللي هي زي CH3 أو أي مجموعة بتتكون من كربون وهيدروجين. بدنا نحط عليها أوكسيدايزنج إيجنت. الألدهايد بيتحول لكربوكسيليك أسيد، بينما الكيتون بيكون في عندي بالعاده نو رياكشن. الكربوكسيليك اسيد تختلف عن الكيتون والالدهايدز، بنميزها انه بيكون عندي سي دبل بوند او مرافقه ل او اتش، فهذه تسمى بالكربوكسيليك اسيد. اول تيست او اول تيستين او التيستات اللي هنستخدمها عشان نميز بين الالدهايد والكيتون، في عندي تولنز تيست او تولنز سيلفر ميرور تيست، والاسم جاي لانه حيتشكل عندي شيء زي الميرور. التست الثاني هنستخدم فيه اللي هو الفيلينجز ري ايجنت
او اللي بيعرف بنتكس سوليوشن، هذا بتكون عباره عن كبر كومبلكس، كبر 2 كومبلكس. هذا راح نشوف شو التغيرات اللي بتنتج بناء على هذا الرياكشن، سواء كان مع الالدهايد والكيتون، وكيف طريقه التمييز بيناتهم. نحكي عن اول تيست اللي هو السيلفر ميرور تيست. السيلفر ميرور تيست راح ناخذ اللي هي الكربونيل كومباوندز، اذا كان في عندي الدهايد وبفعله مع اللي هو التولينز ري ايجنت، اللي هو هذا هو التولينز ري ايجنت، راح زي ما حكينا يتشكل عندي كربوكسيليك اسيد، بهاي الحاله عندي كربوكسيليت او اللي هو سولت، راح يتشكل عندي اللي هو الاي جي على شكل ميتال، هذا الاي جي ميتال راح يتشكل عندي اللي هو شكل الميرور، تمام، هذا بدني انه انا في عندي الدهايد. بحال ما تشكل عندي اللي هو السيلفر ميرور هاد، راح يكون عندي مركب اخر، سواء كان هذا المركب كيتون او اي فانكشنال جروب عدا اللي هي الالدهايد. فهذا التيست اللي هو التولنز او السيلفر ميرور تيست بدلني على وجود الالدهايد اذا بتشكل عندي اللي هو هذا الشكل اللي احنا بنشوفه بالصوره، اللي هو زي المراه. الان طريقه عمل التجربه بنفس الاسلوب، حنعمل تيستات كلياتها بتست تيوبس، حناخذ اللي هو التولنز ري ايجنت، حيكون محضر عندي باللاب، حناخذ منه 5 مل، حنضيف عليه اللي هو من 3 ل 4 دروبس من الانالايتس او السامبلز الموجوده عندي، اللي هي على سبيل المثال فورمالدهايد، بنزالدهايد او اسيتون. زي ما بنلاحظ فورمالدهايد، بنزالدهايد، هذول الاثنين عباره عن الدهايدز، فبالتالي لازم يكون في عندي اللي هو بوزيتيف ريزلت. بالنسبه للاسيتون بنحكي عن كيتون، هو عباره عن سي اتش 3 سي دبل بوند او سي اتش 3، هذا هو عباره عن كيتون، كيتون ما بتفاعل، فبالتالي ما راح يكون في عندي تغيير. بالعاده بعد ما نضيف اللي هي 3 تو 4 دروبس من الكومباوندز الاورجانيك كومباوندز الموجوده عندي ونعمل شيكينج، اذا ما تشكل عندي اي اللي هو السيرفر ميرور، بامكاننا انه نروح نسخن لمده خمس دقائق او 3 ل 4 دقائق على درجه حراره 50، وبعدين نرجع نراقب التغيير مره اخرى. اذا تشكل عندي سيلفر ميرور، هذا بدني انه في عندي الدهايد، فبالتالي بوزيتيف ريزلت. اذا ما تشكل عندي هذا الشيء، فانا في عندي نيجاتيف ريزلت وما في عندي الدهايد. التست اللي بعديه كذلك الامر هو بيكشف لي عن وجود الالدهايد، اللي هو الفينكس تيست. حناخذ اللي هو الالدهايد، انفعله مع الكبر كومبلكس زي ما حكينا، بهذا الكبر كومبلكس راح يتشكل عندي اللي هو الكربوكسيليت او اللي هو جاي من الكربوكسيليك اسيد، وحيتشكل عندي اللي هو الكبر اوكسايد. زي ما بنلاحظ الفيهلينجز تيست او الفيهلينجز ريجنت حيكون لونه ازرق، اذا كان في عندي الدهايد حيتشكل عندي اللي هو الناتج اللي هو لونه من اورنج لريد سوليوشن. حنعمله بانه ناخذ 5 مل من الفيهلينج ريجنت بتست تيوب، حنحط فيو دروبس من الكومباوندز الموجودة عندي على سبيل المثال الدهايد زي الفورم الدهايد او بنزالدهايد زي كيتون، ونعمل شيكينج. رح نعمل نضيف نسخنه بووتر باث، ونلاحظ التغيير اللي هو رح ينتج عندي. زي ما حكينا الدهايد المفروض يعطوني بوزيتيف ريزلت، اسيتون المفروض ما يصير في عندي تغيير في اللون كونه في عندي كيتون. التست الثالث، هذا التست واللي هو التست الاخير، هو الايودو فورم تيست. الايودو فورم تيست هو مخصص للكيتونز ومش اي نوع من انواع الكيتونز، هو بيكشف لي عن الكيتونز اللي بيكون جنب السي دبل بوند او في عندي سي اتش 3، فهذا دائما بيكشف لي عن هاي المجموعه سي دبل بوند سي اتش 3، بنفعله مع ايودين بوجود صوديوم هيدروكسيد، بحول لي اياه لكربوكسيليك او لو كاربوكسيليت، وبتشكل عندي اللي هو الايودو فورم او سي اتش اي 3. سي اتش اي 3 هذا بتشكل على شكل راسب لونه اصفر، فاذا تشكل عندي راسب لونه اصفر، هذا الاشي بدلني انه انا في عندي سي دبل بوند جنبها سي اتش 3 او كيتون عندي سي اتش 3 طرفيه. طبعا في ملاحظه صغيره، هذا التفاعل برضه بيعطيني بوزيتيف لما بيكون في عندي سكندري الكحول جنبها سي اتش 3، اللي هي سي اتش عليها او اتش وجنبها سي اتش 3، فهذا التفاعل دائما بيعطيني نتائج ايجابيه اذا كان في عندي كيتون جنبه سي اتش 3 او سكندري الكحول في جنبه سي اتش 3. طريقة عمل التجربة هاي، على سبيل المثال رح ناخذ اسيتون، زي ما حكيت الاسيتون عبارة عن سي اتش 3 سي اتش 3 بيناتهم سي دبل بوند، فهو عبارة عن كيتون في عندي سي اتش 3 طرفية، فالمفروض انه يعطيني بوزيتيف ريزلت. حنحط عليه الايودو فورم سوليوشن، حنعمل شيكينج ونراقب، اذا تشكل عندي راسب فزي ما حكينا هذا بيكون عبارة عن سي اتش 3 جنبها سي دبل بوند او. راح نعمل هذا التيست مع على سبيل المثال 2 بروبانول او 2 بروبانول 2 بنتانون او ان اي كيتون
او ال يعني هيدروكسيل او الكحول، وحنعمله مع الثلاثه بنتانون. نلاحظ الاشكال تاعت هاي المركبات، الاثنين بنتانون زي ما بنلاحظ، طبعا الاثنين اللي هي بتدلني على مكان الكربونيل، فعندي واحد اثنين جنبها سي اتش 3، فبالتالي هذا المفروض يعطيني بوزيتيف ريزلت. ثلاثه بنتانون جاي على موقع الثلاث، ما في جنبها سي اتش 3، جنبها سي اتش 2 سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3، فهذا المفروض يعطيني نيجاتيف ريزلت. الاثنين بروبانول زي ما حكينا هو سكندري الكحول، موجود جنبه سي اتش 3 جنب الكحول، فبالتالي هذا المفروض انه يعطيني بوزيتيف ريزلت. البوزيتيف ريزلت هي انه يتشكل عندي راسب، هذا الراسب لونه اصفر اللي هو جاي من الايودوفورم او سي اتش اي 3. هون عندي مجموعه من اللينكات، هذه المجموعه من اللينكات بتدلني على التستات الموجوده عندنا، وبتدلني كذلك الامر على التغيير اللي بصاحب كل تفاعل من التفاعلات الموجوده عندي.